النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام هو نقاش حاد شائك وبالغ التعقيد، بالغ التعقيد لعدد كبير من الاعتبارات. هناك المؤيدون لعقوبة الإعدام ولهم مبرراتهم، وهناك المناهضون ولهم ما يبرر موقفهم، وهذا النقاش يتواصل داخل المجتمع المغربي كما يتواصل في العالم. الاختيار المغربي هو اختيار عقلاني يقوم على مواصلة النقاش الحقوقي القانوني الدستوري العمومي حول هذه القضايا بهدف إنضاج الإشكالية وبهدف السعي لتحقيق توافق وطني حول مقاربة هذا الموضوع. والوجود ديالي اليوم هنا هو تأكيد على انخراط بلادنا في هذا النقاش العمومي. إذا المغرب منذ سنة 1993 وهو لا ينفذ عقوبة الإعدام، رغم الأحكام الصادرة بالإعدام هي في تقلص متواصل، يا حالات معدودة اليوم. اتجاه المشرع اليوم هو التقليص من الجنايات ومن الجرائم التي تحكم فيها بالإعدام. مشروع القانون الجنائي غادي يقلص هاد الجرائم 31 إلى 11. إذا الاتجاه العام هو اتجاه براغماتي عقلاني يستحضر أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة، يستحضر كذلك أن القانون الجنائي يعني يقلص إلى أبعد الحدود هذا، وثانيا أنه في المشروع لا القانون الجنائي ولا المسطرة الجنائية اللي هي الآن موضوع المصادقة كاين تدقيق أن النطق بعقوبة الإعدام يستوجب إجماع القضاة ويستوجب تسجيل هذا الإجماع في محضر. إذن نقاش مفتوح، نتفهم كل الحساسيات ونستحضر أيضا أنه في هذا الطموح الوطني الجامح لملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب ومع القيم الإنسانية لابد أن نستحضر كثيرا من الإكراهات، وأن نستحضر أيضا القيم الدينية والحضارية التي تحكم المجتمع المغربي. فإذا نحن نحيي هذا النقاش، نأمل أن يتواصل هذا النقاش بأسلوب حضاري يمكن كل الأطراف من التعبير على وجهات نظرها، ويجسد إرادة جلالة الملك كما جاءت في الرسالة الموجهة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على مواصلة هذا النقاش العمومي في اتجاه إنضاج الإشكالية.